راكب اعلام للمهرجان العالم على مين؟ راكب في المهرجان. لا هو شكله هيبقى ناجح جدا. بيعزله من امتى بقى؟ تقريبا كده يعني من 20 يوم. الامور سهله؟ مبسوط الحمد لله على كل شيء. يا مبسوط الحمد لله تمام. لا لا جوه جميله جدا، وباذن الله المهرجان ده يبقى ناجح وكل حاجه. مبسوطين؟ مبسوطين فعلا. العالمين؟ العالم عالمين. قلنا كده راكب في المهرجان، وبتبتدي له من امتى؟ ان شاء الله هنبتدين من شهر تقريبا. من شهر؟ اه. نعمله كهرباء وظبطها العمدان كلها والاناره بتاعت الكراسيات كلها. الامور على ما يرام؟ الحمد لله والله تمام. الحمد لله والله. العالم عالمين. احنا شغالين هنا في المهرجان العالمين بنعمل كهرباء وشغالين في اللاندسكيب، واحنا مبسوطين جدا ان احنا شغالين في هذا المهرجان من اجل البلد ومن اجل السياحه، واحنا مبسوطين طبعا بقناه ونسبورت، وانا والله سعيد جدا ان انا مع حضرتكم، وان شاء الله احنا اللي سعيدين عشان انتم بتشتغلوا وبتطلعوا المنظر. الله يخليك، الله يخليك لحضرتك جدا. احنا طبعا بنشتغل من اجل بلدنا، وعايزين ننهض ببلدنا، وعايزين بلدنا تبقى احسن بلد في العالم كلها، واحنا سعداء ان احنا موجودين في هذا المهرجان ان شاء الله باذن الله، وخير للبلد باذن الله.